نتكلم على ده امبارح واحنا قاعدين بنلتقي بنحضر مع بعض الحلقه الى اخره، اتفقنا على انه سوف نظهر مجموعه من المستندات الحصريه التي تدين النظام القطري بتدخلات عسكريه في ليبيا وتمويل جماعات مسلحه وايضا تاجيج مساله المذابح والدم والقتل الى اخره. هناك العديد من المستندات معاكم تؤكد للاسف الشديد بشاعه هذا الدور القطري في ليبيا، ومعنا يمكن اول مستند هنعرضه مستند عن الخارجية القطرية، خطاب من الخارجية القطرية بيطلب من السلطات الليبية في هذا الوقت تحديدا، يمكن كان في الموافق 7/9/2016 اهو، فبيقول الموافقة على تصريح سنوي عام 2017 للعبور والهبوط في ليبيا لطائرات النقل العسكرية القطرية. وبالفعل هبطت هذه الطائرات. استأذن زملائي ان احنا نعرض هذه الوثيقة الهامة المسربة من داخل وزارة الخارجية القطرية. ايه مسألة طائرات للنقل العسكري القطرية تطير من الدوحة وحتى المدن الليبية وتحاول ان تأخذ موافقة لحكومة من ليبية ما، يعني مش قادر افهم ما كل هذه البجاحة وكل هذه الثقة.